ارحب عليكم السلام. يا هلا هلا وغلا. هلا بصير شلونك؟ والله طيب الحمد لله. وين الناس؟ والله موجود. انت اشتقت لك. انا اشتقت لك. لا وش لي؟ لا العلبه نسيت ابعتها. شوف انكبه. افا افا ولي ما لا اصيل سويته. لا باري سويته. ما ما اصيل سويته. شادي انكب مسكر. تو سكرت قدامك. باري ارفع لومه. ارفع لومه يا حبيبي. يصير لا تو عادي عادي عادي. لا تحس. لا والله ما ما في ريح. والله لا مو زين. مو زين الطريقه اللي تو. ها مو زينه. لا والله انا عديته. والله انكبت. شلون شلون كبت؟ شلون شلون ورى ورى شلون كبت كذا؟ ها جا كذا وانكب شوي شوي. يقول الشاعر: العرب تخطي ولا هي بمعصومة. عصومة ما على الأجواد من مدحي وسبي. سبي وان ظلمتك فاشكني عند الحكومة. طالبك لا تشتكيني عند ربي. الله يا هلا والله بالغالين. سمو سمو يا بعد حي. سمو سمو يا بعد حي. طمان اللي طاف عبد الرحمن. عبد الرحمن مطول. سمو يا عيال. سمو يا عيال والله مطول. أغدا قاعد ياكل من شو اسمه هذا؟ احكاكه. سمو سمو يا بادحي. سمو قبل لا ينقض عليك عم مزيكا. انا غدرت وداع. احكاكه راح ياكل الحال. وداع هذا وداع. جاء 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 ينقل صحنه. ما تعزم على الحكاكه يا الخايس. هي اخويا. وين من الجوع. يا هلا والله بالشيخ مالك. شلونك طيب؟ يا حبيبي. طبعا سلامة. الله يسلمك. طبعا خسران فيفا الحين. من حاتم. لا هل ما خسر؟ هل فزت عليه؟ بس هزمت مباراة. خمسة. طيب هالمناسبة هذه نبي لنا بيتين شعر. بيتين؟ نعم. والله اني ما ادري انا اسوي خسران. ايه وراسي. انت اعترفت الحين. وش تقول حاتم؟ وش تقول رأيت الناس؟ يقول رأيت الناس قد مالوا. مالوا إلى من عنده مالوا. مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا. ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. الله. رأيت الناس منفضة. منفضة إلى من عنده فضة. فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الله. يقول زر دار ودا إن أردت ورودا زادوك ودا إن رأوك ودودا. وبنفس الوقت يقول قابلني واقبلني وتقبلني كما قبلت قلبي قبله. صح سانة. ترى ما فهم شيء والله. تحداك إذا فهم وش قال. قال ذهب وقال ود وقال جار وقال دار. هذا كل اللي قلته. هذا ما راح يشوف وغد والوالد عمره ما جاب. ما امسح. وش السالفه؟ وش السالفه؟ احنا قاعدين نتكلم عن شيء من 2002 قبل لا اولد انا. اعظم ما انجبته تلفاز اليابان. وش هو؟ انمي. وش هو؟ تابع انمي؟ انمي وانت تابع انمي؟ والله كنت توي بس الحمد لله. اوف اوف تابع انمي؟ هداه الله من 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 الهدايه الى الطريق الظل. ليه خليت الانمي؟ ليه خليت؟ شو سلام هذول؟ يا عيال حق اطفال هذا. في بلسمة زيادة. كرتون؟ يا افلام كرتون. كرتون والله بطل زكريا. لكن اسمع اسمع هذا مو يقول اطفال. الانمي مو حق الاطفال. اجل حق وشو؟ انا رجل تابعت مسلسلات ما قلت بس ما لقيت العظمه في الكتابه قصه. يعني تخيل الانمي زائد 18 لا زائد 21 مسلسلات زائد 18 ما في زائد 21 مو حق اطفال. لا لا بدل مو حق اطفال. احنا سبيستون الله يبيض وجيههم سووا لنا معارف يقصقصون ويغيرون ويغيرون قصه. هلا لو تابعين دمويه ترى بشكل مو طبيعي. يعني هذا دمويه. هذا وش الصوت؟ هذا ايرين ييجر. هذا طال عمره قصته ان فيه ناس ساكنين بسور. سور طوله 70 متر. برا السور ما تقدر تعيش. هذا انمي. اي برا السور ما تقدر تعيش. ليش؟ ليش؟ في عمالقه برا. من جو العمالقه؟ منو بنى الاسوار؟ يعني تخيل البطل هذا اللي يبتي. يبتي هو؟ اي تدري ليه؟ ليه؟ لان امه انوكلت قدامه باول حلقه. ويقول لي مو حق اطفال. ويقول لي مو حق اطفال. يا ولد شوف الكرتون وش يمين الخيال. يعني انت مع ولا ضد؟ يعني ضد بالله.
وين ليش ما يجوز لك الانمي؟ ليه؟ انه اكبر من عقلك الصغير. انا يا جماعه الخير ما عندي مشكله بالانمي، ولكن انا قد شفت واحد من اخوياني يتابع شو اسمه مسلسل، مده المسلسل تقريبا فوق 3 ساعات، وهو بالحلقه 500. ابشرك ترى 1071 ولا زال مستمر يا رب. تدري يعني كم ضاع من عمره يا رجل؟ من 1999 الانمي معروف مشهور اسمه ون بيس. خبر اللي يجيك يقول ون بيس عمك. ايوه هذا اشهر انمي تقريبا. طيب متى ينتهي؟ ما للحين ترى والله هذا السبب من الاسباب اللي خلاني اتي طويل. ما متى تنتهي القصه؟ طيب طويل، اضيع من حياتك اشياء، تعيش في خيال اشياء كثيره، ما ودي اني اتكلم. شايك بهالموضوع انت؟ انا والله جازل. انت تشوف ايش تشوف الانمي؟ لا جاز لي بتابع لان طويل. يقول صي اقول خلاص حاتم بديت اقتنع بكلامك، وابيك ترشح لي افضل مسلسل. يلا افضل مسلسل ابتابع افضل مسلسل انمي. يلا شوف بعطيك مسلسل يا اخي. اعطوا اي مسلسل انت ترشح له يعني. والله ايه ايش بلاك يا عطن. يلا يا ودي تنمر عليه. تخيل تدخل جانب بكره عشان واحد راسه مبه. تنمرت. انصحك نصيحه لك ولا الزمن. انا ابي انصحك انك ما تنصح. لا لا صدق. اذا رايت الناس يضحكون على احلامك قل لهم اصبروا. اصبر غدا سوف اضحك معك. الله سوف اضحك. سوف تضحك معاهم على احلامه. على احلامك انت. احلامه هو يا ابن الحلال. يلا يلا عطني يلا. اذا شمعت انت شمعت تابع انمي يا ولد. ايش عطنا حكمه ثانيه؟ تبي حكمه ثانيه؟ اسلم. يقول لا تمشي وراء قلبك، لان قلبك لا يملك رجلين. والله حكيم. لا انا بديت اقتنع. بديت تتابع انمي. ها حكمه ثانيه؟ اي صدق والله. كل ما شعرت انك حزين انظر الى السماء. صدقني انظر الى السماء ستصبح رجل حزين ينظر الى السماء. الله والله كلام حتم. هذه ختاميه. ايه حكمه ختاميه. اسلم. قل للذين يريدون سقوطنا سقوطنا لقد سقطنا. الله اعوذ بالله. اعوذ بالله ان شاء الله. لا ان شاء الله. هو ايش يبي؟ بالله حاتم اعطني افضل انمي. خلاص صيل صيل خلاص خلاص. افطر معانا. افطر معكم. افطر معانا ساعتين. اي يعني نصلي الفجر ونفطر نجلس الحين تعلل. انا ما اصلي صلوات الخمس. لا 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 اصلي صلوات جنازه صلاة الميت. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه ما اعرف اصلي صلوات عاديه؟ كيف شيء يذبح لي هذه من يا دهال بلا. لا 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 ان شاء الله. يمزح يمزح يا جماعه. الله يسعدك يا حبيبي وخلنا نشوفك ان شاء الله. ما بيننا فلوق قريب بإذن الله. يا أخي حرام معك سوناتا وتتابع انمي. ليه؟ عوفته.